جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كلمة إمام أو شهيد كقولنا الإمام فلان أو الشهيد فلان، هل هذا صحيح؟ هذا من التزكية، هذا من التزكية. قول شهيد تزكية، إذا ثبت في الكتاب أو السنة أنه شهيد فلا، فإننا نقول شهيد تبعا للدليل، من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه شهيد فإننا نثبت ذلك له. أما من لم يثبت فيه دليل على أنه شهيد فإننا لا نجزم بذلك ولا نقول له الشهيد فلان، ولكن نرجو لأهل الخير، ونرجو نرجو للمجاهدين في سبيل الله، نرجو للمسلمين الخير بدون جزم، نرجو لهم وندعو لهم بدون أن نجزم لهم بالشهادة، لأن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أما الإمام فإذا كان قدوة في الخير والعلم، معروفا بالعلم وله مكانة في العلم، يقتدى به ويؤتم به، فلا بأس أن يقال الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام ابن تيمية، من كان ذا أهلية في العلم والعمل إنه يقال له إمام. وكذلك إذا كان ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين أيضا يقال له الإمام، من الإمامة في الدين والإمامة في السلطة الإسلامية. نعم.